اتحاد تتاوين في مسيرة وردية نجم نقوله هذا الموسم. تذكير للسادة المشاهدين أنه منذ قليل انتهت مباراة الدور النهائي بين الرجاء البيضاوي وفيتا كلوب. المباراة الذهاب كانت فات لصالح الرجاء البيضاوي 3-0، مباراة الإياب وفات 3-1 لفيتا كلوب، وبذلك الرجاء البيضاوي يفوز بكأس الكاف وباش يتقابل مع الترجي في كأس السوبر اللي لحد الآن ذولي حبوا يهزوها خارج افريقيا ولا ممكن في قطر يهزوها مع الامارات ولا قطر. هذا الرئيس الكاف الجديد كل مره يطلع بطلعه جديده وربي يستر، هذا معناه يجي فلوس فيها صفقات ويبدل. ثم بعد نحكيو شويه على حكايه وهذا اللي نحاها الكاميرون ومشى المغرب، يقولوها من توا ما تصورش كان باش تاخذها بلاد اخرى من الاول، هي محسوبه باش تمشي للمغرب. لكن على كل حال ما نعرفش شنو موقف الترجي، لانه ديما صاحب كاس ربيعة الابطال هو اللي يستقبل صاحب كاس هذا يأكد الصحة الجيدة بين قوسين الكرة المغربية. ما نساوش أنه في عامين معناها بعد عاملين الوداد وسنين رجاء كأس الكاف تشامبيونز ليج وسنين كأس الكاف. هذا في قوس ونغلقوا. هاي سيدي اتحاد تتاوين يا خالد. والحقيقة اليوم الملعب التونسي ضيع نقطتين، ما أنه على المباراة كان الأفضل، عمل كل شيء الحقيقة في المباراة هذه، رينا ضيع أهداف اللي ما تضيعش. تطاوين ريناها في الشوط الاول على لي كونتر اتاك، في الهجمه السريعه في الكونتر اتاك فريق يعني يقلق اي كان، لكن مع هذا الملعب التونسي كان ماخو حذره كما يلزم. على المستوى النتيجه اكيد ما تخدمش مصلحه الملعب التونسي، تخدم مصلحه اتحاد تطاوين، لكن الملعب التونسي مش يخزل من النتيجه هذه، مع انه عمل مباراة كبيرة ياسر، خارج من ثالث مباراة كبيرة لعب نادي سويقسي في واحد من يعني الفرق الأولانية في الترتيب، النادي بنزرتي في وسط الأسبوع، واليوم مباراة أكيد باش تكون صعيبة، مع هذا كانت السيطرة اللي هو عمل كل شيء في المباراة، لكن هذيك أحكام الكورة وقت اللي ما تحبش أريد اليوم سويقسي قال ضيعت مش كورة ضيعت كورة ولا اثنين اللي ما يضيعوش. هذا على كل نتيجة كما قلت ما لازمش يخجل منها الملعب التونسي، نتيجة تعتبر ما هيش إيجابية، لكن المردود العام الحقيقة كان جيد جدا، ويمكن أحسن مباريات لعبها الملعب التونسي في الموسم هذا لحد الآن. ويبقى الملعب التونسي ستة ماتشات من غير ربح، معناها عامل ثلاثة تعادلات من غير ربح وثلاثة مباريات دون تهديف زاد جوستومون. هذه هذه المشكلة، ثلاثة ماتشات من غير ما يسجل، وخاصة في بارد وديما نقولوا عليها من عام ناول الحكاية هذه تتعاود. سنين لعب خمسة ماتشات في نقولوا على ملعب، ولأنه لعب سبق ولعب في المنزه، دونك عمل ربح الملعب الجيبسي وباقي تعادل، عمل زوز هزام وعمل زوز تعادلات. لكن نشوفوا الفرص اللي جات الملعب التونسي تقريبا حتى في ماتش السي اس اس جاتوا فرص كيف ماتش النادي البنزرتي، يعني ثم روح ثم فريق يحب يفوز لكن النتيجه ما تبعش. لكن شنو باش يعمل الملعب التونسي في غياب مهاجم ايمن الصفاقسي اللي هو حل من الحلول، لانه خذا ورقه حمراء اللي باش تقلق الرصيد البشري وتقلق محمد مكشر. اتحاد تتاوين نقطه امام منافس مباشر اول حاجه، سلسله نتاع سبع مقابلات دون هزيمه وهذا رقم ممتاز وممتاز جدا تحسب الاتحاد تتاوين. الماتش الثاني خارج قواعده دونك ما لعبش، لانه النادي الافريقي ما نعرفوا الالتزام تاع النادي الافريقي، دونك لعب زوج ماتشات لبرا جاب منهم اربع نقاط من جمله سته، فاز على حملالف تعادل مع الملعب التونسي، وعرف كيفاش يوقف الملعب التونسي والقوه نتاعو. حكينا على اضافه الحارس وائل الكردي اللي تم تداول مع الملعب الافريقي لمز بورقيبه، الحارس ممتاز هذا واللي معناها الرابطه الثانيه كل مره تجيب لنا ملاعبيه ممتازين وحراس ممتازين. اتحاد تطاوين قلنا نسخه مطابقه لاصل الاتحاد المنستيري عام ناول، ترجي جيس الموسم الاثنين اللي عملوا كل عام، والصدفه يظل مش هكاك لانه اسكندر القصري يظل في وراها الحكايه الكل. دونك اتحاد تطاوين فريق ممتاز الموسم هذا. كابتن والله شوف فما جانب فني الاكثر على الاقل لما اهدار الفرص يشوفوها توا في المباراه هذه، تقولوا الملعب التونسي عنده ثلاثه جولات لم يسجل هدف، ولكن اللي ريتو انا من الفريقين الاثنين فما مالادريس تكنيك كبيره ياسر، ما عندي شيء اذا ناس ما تعرفش تاخذ القرار الفني للحاله المناسبه. احنا قداش مره نشوفوا في معناها سيتياسيون سهله ما يتعاملش مع الكوره يحطها لبرا يعملها، الا فرصه الصفاقسي اللي اعطاها حقها ولكن مشات على البوتو مش على البار، مشات على البوتو هكا وتبقى حارس المرمى زاد اليوم عم ماتش والحارس المرمى وائل الكردي تبقى اللي يحظته كان زيد تشوفه مليح معناها الكم الهائل من الفرص راهو شيرتين راه شيرتين ماذا با انا فما الحارس وبعديش تلقاها لو في شوا تكنيك معناها يجي وشوفوا انا لا 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 فينيسيون تكنيك لا فينيسيون تكنيك هي كيف يدي فو اشاك فوا باهي.
اتحاد تتاوين يظل يعرف يلعب المباريات خارج ميدانه معناها في الموسم هذا حقيقة نجم نقولوا معناها ما يسمحش حتى خارج ميدان تاعو. هو اللي كاليتي نتاع الملاعبية نتاعو تسمح له انه يلعب ان بلوك با ميديو يلعب الهجمة السريعة ولا اللي كونتر اتاك. شوف الفرص اللي عملها اليوم ضد الملعب التونسي في الشوط الأولاني كلهم ديز اتاك رابيد والا كرة طويلة عنده اللاعبين اللي عندهم السرعة القدام دونك يوالم اللعب نتاعو ممكن على الميدان نتاعو يلقى بعض المشاكل مع انه المنافسين مش يحطوه في سيتواسيون اللي هو باش يلعب الكرة رغم اللي ريناه في برشا مقابلات حتى على تاك بلاسي كان عنده يعني عنده ما يقول في روحه لكن خارج الميدان ويلقى الكونتكست ممكن اللي يوالم لكاليتي نتاع الملاعبين نتاعو هذاك علاش يعني يربح نقاط خارج الميدان نتاعو. حتى توين نلقاوه في المرتبة الخامسة لمحالة ب 13 نقطة وتنقصوا مباراة ضد النادي الإفريقي. نفهموا كي نشوفوا توا الفيديو اللي باش نعديوه الأجواء اللي وليت بين ملاعبية اتحاد تتاوين تعطي فكرة كونه الملاعبية معناها متفاهمين الناس كل مع بعضهم بالعكس معناها تحس أجواء ممتازة في الفريق. نشاهدوا الفيديو هذايا نتاع ملاعبية اتحاد تتاوين ونرجع قبل مباراة ملعب تونس هذا عملوه يلا شاهدوا الفيديو. هذا فينومين مونديال معناها في العالم كل كل مره يعملوا اجواء هكا لعبيه في الشريط هذه خلفه بلال تويتي هيثم المحمدي وسامة العمراني. الحمد لله عطيتنا نسميهم خاطر ما كناش نعقلوهم متنكرين هما الكل دونك وتعرفوا حلوه تعرفوا خالد وخالد زوز يعرفوا اكثر مني الملاعبيه راهو يعديوا قديش 60 70% من وقتهم في استاجيت وفي الوتله ما يجي وقت تقلق معناها تعدي اكثر وقت مع الملاعبين مع اصحابك ومع عائلتك هكا ولا خالد سورتو كيزم تبدل الجو حتى تاوين يتنقل برشا جمعيات هو ابعد شويه يعني دونك يعديو برشا وقت مع بعض دونك يلزمهم يلقاو هكا جو باش يخرج بقاو في تونس لعبوا حمنلف وعادوا لعبوا وسط تونيزيان اي توتافي وعلى فازوا على حمنلف اي وتعادوا مع الملعب التونسي وعلى في نفس السياق وتعرف شو اللي صار في المنتخب الفرنسي في روسيا و عادل رامي كيفاش معناها اثر على المدرب باش يخرج الملاعبين ويفرهدهم ونظن هذيك كانت معناها الحلقه اللي خلات المنتخب الفرنسي معناها قريت ارتيكل كامل عليهم اللي وقت خلاهم ديشان مشاو تفرهدوا معناها تفرهدوا بيتم معنى الكلمه لكن الحاجه الباهي في الملعب التونسي انه ما ثماش ضوضاء كبيره وما ثماش شوشره لحد الان معناها والله به بالحق حاجه الباهي في الملعب التونسي هذا لازمنا نقولها انه الى حد الان بالرغم انه النتائج ماهيش معناها مش كيما بدايه الموسم نقولوا ها يقعد ثلاثه ما غير تهديف قداش قلت مباراه دون ما يفوز ستة مباريات ما غير ما يفوز الى اخر ذلك لكن الى حد الان ما ثماش تشويش على الاطار الفني الامور نحسوها ركزه ماهيش تصريحات جانبيه حتى الجماهير الى حد الان ممتازه بالنسبه للملعب التونسي ما ريناش اعمال شغب ولا رينا احتجاجات كبيره ولا رينا ناس تتهدد ولا حتى لتو ربما هذا يساهم في انه الفريق الى حد الان بالرغم هذا كله هو بيدو ما موجود معناها في مرتبه باهيه مادام يراو في بروجي سي نورمال كي يراو في ان بروجي قاعد نتاع لاعب واحد ويكون لا مارش نتاعهم والتابلو يقولوا هذا هو هذيك امكانياته والواقع نتاعهم هذا الهدوء اللي في الملعب التونسي ان جل فما برشا فرق اتحاد مونستيري شباب القيروان كذا وكذا في حاجه اذا الى هذا الهدوء الى هدوء الملعب التونسي لا ما زاد ما نساش الملعب التونسي الخامسه الملعب التونسي اي هو حاجه هذا الهدوء يعني. لا والاحباء فرحوا انت كي تفوقت على النادي الافريقي تعادلت مع الترجي جيرانك الزوز هذوما تقريبا 30% من الموسم نجحت فيه معناها هذا يخليك ولا دونك ما ولا ساعات ما يرضاوش حتى بكير ما يرضاوش لكن وتعادلت مع السي اس اس في بلادك معناها مره اخرى ممكن البالي اللي يلزم الاستاد تحاول تطلع فيه مره اخرى انه راهو البطوله تتلعب زاده ضد الفرق اللي هي تاع الشطر الثاني نتاع الترتيب. يلا نمشيو للمستير الان مع ملخص مباراه اتحاد المنستيري اتحاد بن قردين امير الزيتوني حنين العجيمي ومعز العبد. الاتحاد المنستيري الباحث على اول انتصار ليه في بطولته هالموسم لقى روحه اليوم محروم من جماهيره بسبب عقوبه الويكلو في مواجهه مهمه امام اتحاد بن قردين
في ظل الوضعيه الماليه الصعبه الهيئه تلتجا البيع بطاقات دعم لاحباء الفريق. احنا اعطيناهم تسكر وطبعناهم لهم وهم قاموا ببيع هذه التسكر بعد ما يقارب 2000 تسكره. هذه حاجه معناها تثلج الصدر وحاجه معناها تعطي للناس شنية الاتحاد الرياضي المنسيري الحقيقي وشنو ما احباء الاتحاد المنسيري الحقيقيين. من جهه اتحاد بن جردين في ظل بعض الغيابات كان يطمح لاستغلال غياب جماهير المستير لتحقيق نتيجه ايجابيه بعد زوج نقاط مهدوره للجوله الفارطه في بن جردين. جينا هنا عاقدين العزم على تحقيق الانتصار، اذا كان ما انتصرناش ما نهزموش. مالغري كيما حكيت انت فما اليوم دي زابسونس ومالغري اليوم التروازيام ماتش في وسط الجمعه وني اوبليجي باش ندور حتى شويه اللي في ليفكتيف على الفريشير فيزيك وان شاء الله نحققوا نتيجه ايجابيه ان شاء الله. الشوط الاول سيطر فيه الاتحاد المنستيري وكانت له الفرص الابرز. منذ الدقيقه الثانيه علي العمري كان قريب من مرمى ليفرني لكنه ما عرفش يتعامل مع تمريره حسن المسعد. يحاول بعده امير صباح المباغته من بعيد، تسديدته كانت بعيده. الدقيقه 13 حسن المسعدي طلب ضربه جزاء بعد توغل وسقوط في مناطق بن جردين، لكن نعيم حسني لزفر مخالفة ضده. أخطر فرصة في الشوط جت من أقدام أمين عباس في كرة كاد يغلط بها حارس مرمي، لكن الحظ يقف مع غايث اليفرن. آخر الكرات الأخيرة على مرمى بن جردين جت في الدقيقة 28، كابو يفشل في مغالطة اليفرني بعد توزيعة ممتازة من العرفاوي. شوط غابت فيه الفرص على اتحاد بن جردين باستثناء محاولات محتشمة أغلبها كان على إثر كرة ثابتة. كان اختيار منا باش يكون منطقة وسط الميدان هي فرقة أكثر منطقة لافتكاك الكرة، كنا نعرفوا الوضعية الخايبة اللي مر بها فريق الاتحاد المنسيري، حابين الشوط الأول ما نقبلوش. تشوف أنت لي زوكازيون اللي خلقناهم وتشوف معناها حجم اللعب اللي صار في الشوط الأول، فما حاجات ممكن عكستنا كرة قدام، قادرة اللمسة الأخرى، قعدنا نلوجوا في الملاعب اللي نجم معناها ديبلوكي سيتياسيون قدام. الشوط الثاني بدأ نضال الخيار بزوج تغييرات. يقحم الولوا وخالد يحيى واتحاد بن جردين يفاجئ منافسه بهدف اول في الدقيقه 53. مخالفه ترجع من غايه اليفرني وبها الدين السلامي في المتابعه يحط كره في الشبكه. هدف يقحم على اثره لاسعد الدريدي المنع بن حسين مكان المسعدي والاتحاد المنستيري يضيع التعادل بعد تالق اليفرني امام كابو. كره ما لناش بعدها فرص من الجهتين والدريدي وصل تغييراته الهجوميه باقحام الثنائي كواتي والياسيلا. ثنائي جاب جديد في الدقيقة 78 توغل من سلاع على اليسار يمرر الكواتي اللي يحط كرة في الشبكة. هدف ألغاه الحكم المساعد الأول عمر الرياحي بداية التسلل وقرار أثار غضب واحتجاج ملاعبيه ومسؤولي الاتحاد المنستيري. المقابلة تتوقف لسبعة دقائق كاملة، حاول خلالهم مسؤولي المستير الانسحاب لكن الأسعد الدريدي يصر على مواصلة اللقاء. احنا هددنا وخممنا باش نسحبوا. خممنا باش نسحبوا، الكوتش الدريدي هو اللي شد صحيح قال لي ناجي خلينا نكملوا نوصلوا الماتش. قلت له راه ونحن يلزمنا نكونوا معناها رزان ويلزمنا ناخذوا قرار اللي يخلي الجمعيه معناها مازالوا عندنا لي شونس نتاعنا، علاش اليوم انت تخرج من التيران وبعد تتعاقب وتدخل في متاهات اخرى؟ المقابله تتواصل والمنستير يضغط، كره اولى من كابو رجعها ليفرني، ثم كره ثانيه والمره هذه كابو اسبق من حارس بن جردين يسدد وامين عباس يحط كره بالخطا في مرميه ويعادل النتيجه في 88 دقيقه لعب. بون كرة مكريتا معناها الكرة تعديت غايث على الخط زلقت هذيك فهمت باش خرجها الكرة زلقت دخلت ما بين ساقي هذيك الكرة ساريف تيرا حتى لبس فيز. دقيقتين بعد هدف التعادل وسيم النغموش يتلقى الصفرة الثانية ويحكم على بن جردين باش تلعب سبع دقائق وقت بديل منقوصة من اللعب. لقاء ينتهي على مطالبة أخرى بضربة جزاء بعد ما ضربت رأسية الهشري في أحد المدافعين والحكم يواصل اللعب. باش يتقاسم الفريقين نقاط المقابلة نقطة إيجابية لبن جردين خارج القواعد وتعادل في طعم الهزيمة بالنسبة للمنستير خاصة بعد سيطرتها الكاملة تلت 90 دقيقة. مالوروزمون مانيش قاعدين معناها سيرتو أن نجسموا في الفرص اللي موجودة، لكن أنا بيرسونيلمون راضي على الشيء اللي نخدم فيه وراضية معناها على تادي سبرين تاع الملاعبية وعلى سيرتو معناها الأداء نتاعهم اليوم والروح اللي لعبوا به. عايشين واقع مرير في الرياضة، واقع مرير، فما فرق اللي ما تمسش اللي النتائج معاها مهما تلعب وكيف تجيب ليكيب نتاع البرسا في الطنطنه نتاعها في التوب في السومي نتاعها ما تنجمش تربحها. علاش؟ على خاطر فما ناس وراء الشيء هذا. انك باش تنشيني في تروا ماتش في وسط في 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 اسبوع صعيب برشا، جاهزية البدنيه نتاع اللاعبين بصراحه كانت محترمه وممتازه جدا، لكن الاختيارات هي اللي كانت ريدوي اليوم شوي، تبقى نقطه مهمه من خارج ديار تخلينا ان شاء الله نخدموا في باقي المشوار باكثر اريحيه ان شاء الله. الاتحاد المنستيري فاهم يقعد حتى لتوا دون فوزه في البطوله. ومجموعه نقطه بعد نقطه نتاع ملعب جابس تبقى حصيله شويه، دونك حصيله نتاع ثلاثه نقاط
الاتحاد المنستيري حصيله تعتبر شويه، لكن كان نجيو نشوفوا ثم ارقام توري ثم تحسن ملحوظ في الفريق. اول حاجه ممكن مستير للاسف ما شفناش المقابلات نتاعها، لكن حسب ما قاعد نتبع ونشوف انه حتى الرسم التكتيكي يحبوا الكابتن تغير ولا يلعب ثلاثه مدافعين لسعد دريدي، ان شاء الله تجي الفرصه ونشوفها المستير كيفاش تلعب بطريقه جديده. حكينا على الملاعب على زهير دخل محور دفاع مع زديري ومع الهيشلي، اعطى اكثر فرصه للاعب الليبي الكوت، كيف موجود فادي العرفاوي بدل حتى رتح كوياتي اللي ما لقاش مع حل دخل علي العمري، دونك قاعد يبدل شويه الاطار الفني. نجيو نشوفوا نلقاو المستير قابل ثلاث اهداف في اربع مقابلات الاخيره، كما نحسبوش ماتش المتلوي اللي خسروا جزائيا، مقابل انه قبل 11 بونتو في الخمسه المقابلات اللي سبقوا، معناها ثم تطور على مستوى الدفاع، لانه المستير مشكلتها دفاع، باش تبني فريق ولا باش تعاود تصلح فريق لازم تحصل له المنظومه الدفاعيه نتاعو، هذه حاجه تصلحت. اليوم اول بونتو يسجلوا هجوم الاتحاد المنستيري بعد صيام تاع اربع مقابلات، دونك على الاقل سجل الهجوم، الدفاع ما قبلش بالطبيعه، ثم اخطاء تاع تحكيم واضحه في مقابله جيبس، واضحه في مقابله اليوم اللي اثرت بالطبيعه على نتيجه الاتحاد المنستيري، لكن نقولوا ثم تحسن تاع بعض الارقام مش خايبه شويه بارابور التاريخ وعراقه الفريق هذا، لكن نقولوا انه الموسم مازال طويل وانه المجموعه هذه مع المدرب الموجود ينجموا يعملوا حاجه في قادم الجولات. خالد بو على المقابله نتاع اليوم الحقيقه حاس مارينا الفرص اللي جابهم اتحاد المنستير كان هو ممكن الاقرب للانتصار. فما كما قال فهمي ماناش نتبعه كما يلزم في الفريق، لكن باش تبني فريق لازم يكون دفاع قوي، خاطر الاتحاد المنستيري من الفرق اللي ديما يعني في الهجوم عنده لي سوليسيون، لكن يقعد المشكله نتاعو وقت اللي يقبل اهداف اسكو ينجم يرجع ولا مع الفريق الوضعيه نتاعو صعيبه، ممكن تاثر على الذهن نتاع الفريق ولا اللاعبين. دونك يظهر لي بالنقاط اللي عملهم في الزوج جولات اخرين الاخرين اكيد على المستوى الذهني باش يتحسن، باش يلقى توا بدا يظهر لي بدا يلقى الفورمول اللي يلزم لسعد الدريدي ينجم. الوضعيه كما قال هو الوضعيه مازال فيها برشا خدمه، ومازال الاتحاد عنده لي شانس نتاعو انه في السورة تراب ممكن بدا ريكروتمان في الفتره الجايه. على المستوى الفني متاكدين الفريق قاعد يتحسن والنتائج بالطبيعه بشويه بشويه تتحسن والترتيب اكيد. من الاتحاد للاتحاد بن قردين زاد فهمي كيف هو اتحاد بن قردين ما ننساوش من اكثر الفرق اللي غيرت الاطار الفني، تو نضال الخياري بعد بوجلبان وبعد خالد بن ساسي، اليوم الثاني تعادل للفريق في نقولوا بون الحاجه اللي تبدلت كونه وحاجه هي ملاحظه مهمه أو انه غيث اليفرن يرجع من اللي يرجع للاطار الفني الجديد هذا، غيث اليفرن يرجع لي هو كان من احد نقاط قوه اتحاد بن قردين اول الموسم. علاش من بعد لعب وسيم القروي، وسيم القروي عمل برشا اخطاء، عاود من بعد غيث اليفرن يرجع، ونعرفوا انه اللاعب هذا والحارس هذا اللي ممكن حتى في النادي الافريقي ندموا كي بعثوه للبن قردين، لكنه يوري اللي هو حارس المنتخب الاولمبي حارس ممتاز ومن نقاط القوه، وتلاحظوا حتى الخطا اللي صار وكان هو تصدى الخطا نتاع عباس. دونك كما قلنا اتحاد بن قردين يعني نتائجه محترمه وان شاء الله نقولوا مع اربع مباريات هو بيدو من غير ما فاز صحيح، اما على الانسومبل الرازي حصيله نتاع 11 نقطه مقارنه ببقيه المنافسيك اوزر مستقبل جيبس شبيبة القيروان الاتحاد المنستيري على الاقل مخلي وراك 6 7 فرق راه معناها انا الاتحاد بن قردين وشفنا حجم اللاعب كسوا مع المدربين اللي قبلوا زوز كسوا بوجلبان ولا حتى خالد بن ساسي مع نضال انه الفريق ما نحسوش يخوف ولا سيد بشري قلنا محترم والاتحاد بن قردين ما قلنا ما يخوفش الموسم هذا جوست انه الهيئه المديره ما عادش تبدل المدربين الاكثر والاقل. شو حام نلفا؟ يلا شو حام نلف ملخص مباراه عند حام نلف مستقبل جابس حموده بن سليم خالد اليعقوبي نضال بن حميده ياسين البحري. نادي حمام الأنف مستقبل جابس زوز فرق في وضعية حرجة في أسفل الترتيب، الجولة العاشرة وضعتهم وجه لوجه في مقابلة يحب فيها كل طرف تحقيق انتصاره الثاني في الموسم الحالي. ماتش صعيب 6 نقاط ما غير ما نكبروه، ماتش في بلادنا حضرنا كوم الفور، إن شاء الله اليوم فما نتيجة باهية، إن شاء الله اليوم نرجعوا الميدانة ونحققوا الانتصار ونفرحوا جمهورنا. من نهار اللي جيت أنا المباريات الكل ظلم فيها 6 نقاط، وضعية صعيبة، نحاولوا نخرجوا من الوضعية اللي احنا فيها خاصة اليوم مع منافس مباشر معنا. بداية واعدة هجوم الذي حمل انف 1-2 بين محرز بالرابح غيث الصغير، فرصة أولى تضيع على نادي الضحية الجنوبية. مخالفة يتحس عليها ربيع بوزيدة نفذها غيث الصغير في دين الحارس صدقي الدبشي.
الهجوم يتحول سريع المستقبل جابس، سيف الدين الجربي يسدد كرة يرجع الحارس على الجاسمي. في المتابعة في المزني البقية كرة في الشباك وهدف أول للفريق الضيف. نادي حملنف يصبح يبحث على التعادل بعد 9 دقائق لعب. زياد بن سالم يمر، غيث الصغير يتوغل يوزع، دفاع مستقبل جابس يقل. هجوم مستقبل جابس لعب على فوات دفاع منافسه، بشير الغربي يرجع كرة ضعيفة، سيف الدين الجربي أسرع يراوغ الحارس علي الجاسمي يسدد، فارس المسكيني على الخط المرمى يمنع الهدف الثاني. لا غالب معنى عطيتها حقا، مسألة ديفونسور جات في وسط نحا الجارديان. بعدها ركنية المستقبل جابس ومطالبة بضرب جزاء من مروان السعيدي، الحكم هيثم جيرات لا يستجيب، اللعب يتواصل. دقيقتين بعدها هجوم النادي حملنفة، بشير الغربي في موقع مناسب يضيع إمكانية التعادل. محاولة ثانية، زياد بن سالم مراوغ يمر، دفاع مستقبل جابس يقظ. يقظ من جهة، قبلتها بهتة من دفاع نادي حملنفة قريب تمثل اخترع الحارس علي الجاسمي. شوط أول ينتهي على ركنية من سيف الدين الجربي، تايمينج غالط من مروان السعيدي والهدف الثاني يضيع على مستقبل جابس. ينتهي أيضا على لوحات فنية من ثنائي زياد بن سالم من جهة سيف الدين الجربي في الطرف المقابل. العودة للعب في الشوط الثاني تتأخر، السبب يوضحه نائب رئيس نادي حملنفة. السيد رئيس الجمعية ما خلاهوش يتفرج في الماتش. شكون بالضبط؟ الأمن. عليك؟ ما خلاهش، قالوا ما تقعدش في البلاصة المخصصة اللي مسالس يقعد فيها، واللي جمعتين التالي رئيس نادي واحد آخر قاعد غاديك وما كلموش، هو قالوا له في استاد نتاعنا في التيران نتاعنا يقول له ما تقعدش غاديك، وهذا حاجة مش معقولة، جوارات رفضت أنها تهبط في الدوزيام ميتون إلا ما دخلنا وكلمناهم باش ترجع لعبة تلعب في اللعبة. في 45 دقيقة الثانية من البداية نادي حملنف في الهجوم، مخالفة ينفذها ربيع بوزيدة، قاسم العوني يضيع التعادل بكيفية غريبة. مخالفة ثانية تتلعب ثنائية، ربيع بوزيدة البسام البلعابي، التسديدة قوية يرجع الحارس صدقي الدبشي، غيث الصغير يتابع الكرة، التمرير طارق القضامي بإصرار كبير يعدل النتيجة. 1-1. مخالفة أخرى لنادي حملنف، محرز براجح في التنفيذ، الحارس الدبشي بصعوبة يخرج الكرة للركنية. مستقبل جابس يرد الفعل، سيف الدين الجربي يسجل هدف يرفضه الحكم يعتبره مسبوق بتسلل. كل ممرن يلعب أوراق جديدة بحثا على هدف الانتصار. سيف الدين الجربي بكرة قوية قريب من أحداث الفارق لولا الحارس علي الجاسمي. الأسرار من الفرق الاثنين على التهديف يتواصل، المحاولات تتعدد، اسكندر العقربي يسدد كرة قوية كورته فوق المرمى. محاولة ثانية من جمعة خليجة في دين علي الجاسمي. أبرز فرصة تأتي في آخر لقاء، بتوزيع في العمق من بسام البلعابي، خالدون منصور وجه لوجه مع علي الجاسمي، هدف الانتصار يضيع على نادي حملنف. كرة مش حابة، عملنا اللي علينا ونطلب اعتذارات من جمهور حملنف على خاطر ماتش وينا ماتش تروح 3 بوان وان شاء الله جاي خير. وكاو المقابلة تنتهي دون منتصر، بتعادل ما يخدمش الفرق الاثنين، في مقابلة أضع فيها كل فريق إمكانية الانتصار. وجيرار بيشير مرة أخرى ما يربح ما يصرح. ونا دوميني معناها في أغلب ردات المقابلة، الفرص ما يستجي برشا في مقابلة كيما هذوما، جاونا 3 فرص جسمنا واحدة منهم، إن شاء الله نزيدوا نخدموا، إن شاء الله في الميركاتو نقولوا نحن لي بوست اللي ناقصين، إن شاء الله نكملوا نلقاو البديل سورتو في الهجوم. عملنا مقابلة باهية ذكية دفاعيا هجوميا، للأسف معناها ما ربحناش مالوريزمو، أهم حاجة إنه نقاط الفوز ما صاروش، اليوم صار تعادل خارج ميداننا مع فريق تسمى كونكيرون ديريكت نتاعنا، إذا ما ربحناش معاه المهم ما خسرناش. ولا خساره المباراه هذه ما تعدتش مصوره معناها في المباشر، خاطر لا فرص مباراه فرص الضيعه ايقاع نتاعها كان بي معناها المباراه رينا برشا مباراه مفتوحه لعب جميل، ثم فنيات ملعبيه معناها مسيبين الملعبيه تحسهم لعبوا من غير حتى ضغط، من غير حتى ضغط، خاطر النادي هذا حملن فكانت حتميه الفوز. اما الجازون هي اللي ظرفين تعطيها الجازون هي ظهر معناها الحق، معناها الشكر يمشي للمهندس، الحق تغزل لي شو تغزل لي
نشكر الناس عندك كد انت نشكر الناس اللي تعمل حاجه باهي عندك كد فيه الكابتن الحكايه ذي ولا نعم لا المهندس عندك كد فيه المهندس وعنده يد مع المهندس لا 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 كابتن اتونسيون فهمتني لا كنت معناها مواكب للشيء مواكب للشيء الحق وشو تحب ياخذ معناها لمساتك موجوده في الملعب والله هي لمساتي موجوده لا معناها تبعني يا رئيس البلديه الدكتور والناس الكل معناها تبعني خلينا نرجعوا توا للمباراه المباراه حلوه على حسب والله حلوه خاطر حملت حلوه برشا فرص ضايعه من الجانب من الفريقين زاده شو كان نعملوا نهار نلخصوا الفرص الضائعه كما ريناها في الملعب التونسي وتتاوين واليوم جابس وحملنف لاي جي تشوفها راهو يقول لك الكره ما حبتش مش الكره ما حبتش خاطر الملاعبيه فنيا ضعاف ما يعرفوش يستعملوا الوسيله اللي تتلائم مع هذيك مع الحاله معناها تو كيما قبيليك خالد المنصور في اخر دقيقه انا جنتير با انا جو بلاس يفو بلاسي لواحد فهمتني بقى حمله في توذي ثالث مباراه على ميدانها معناها على 9 نقاط نقطه باه بور لو مومون حسب الامكانيات حسب كذا ولكن الفرص المهدورة ضد تتاوين الفرص المهدورة ضد الفرص المهدورة ضد السيابيل كلهم معناها إن شاء الله النادي ما يخلصهمش في آخر الموسم طيب النادي حمام نلقاهم مع الفرق اللي في على ترتيب نقوله مش ما نقولوش حاجة يعمل مباريات كبيرة يكمل تعادل كما مع سفيقس صحيح ومع السيابيل لكن مع المنافسين المباشرين نتاعو يلقى صعوبات كبيرة تبقى هو توا فما شامبيونا الأول وبعدين فما لوفونت رومود شامبيونا فما شامبيونا هذا كما قال الزواغي قال كونكورون ديريكت توا معناه الكونكورون ديريكت فوق فما كونكورون ديريكت الوتر النادي حمنلف هذا سادس ماتش ما نجمش يربح وقلنا النادي حمنلف وقت اللي يلعب في حمنلف يلقى اشكال ديجا من 8 نقاط اللي عند حمنلف زوز جابهم من الملعب نتاعو وستة جابهم من البرة معناها نحسوا فريق البرة يلعب خير يجيب نقاط خير هدر فرص والله ممكن كابتن هدر فرص لاحظناه تقريبا في الجمعيات الكل هذه ممكن سورتو لاحظناه في 3 جورنيات هذوما بتاتر المدربين التفسير نتاعهم ماهوش معناها باش يقول لك مدربين ما عنديش وقت باش نعمل ترافاي سبيسيفيك معناها قدام الكاج وباش نشد لي زاتاكون تاعي نخدم لهم لانه هذه معناها العيب هذا اللي ظهر في المقابلات هذوما معناها كثره الماتشات فهم اللي هو عنده مشكله نتاع الكل ما يصير هو اللقطه الاخيره الفنيه سي لا تكنيك دو فينيسيون في اون شوت تبلاسي في عود تبلاسي تشوت في عود كذا هذاك هو اللي ينقص يلزم هذاك يلزم الخدمه يا كابتن معناها هذاك اما تجي عندك فنيات ولا ما تجيش لما نجم زاد يصلح شويه معناها يشد يحطهم في حالات اللي معناها ما نعرفش العمر هذاك سعيد لا صحيح انا معاك على التكوين اما يقول لك باغلب المدربين يقول لك انا ما نلقاش حتى خالد ما عادش تصير لك هذه ولا يقول لك انا راني في وقت من الاوقات وقت اللي تكثر علي ماتشات نفهم لان عندي مشكله القدام ما نلقاش وقت باش نصلح معناها كي نعمل سيونس ولا نحضرهم فيزيكمون الماتش الجاي معناها تسمى عملت حاجه باهي فهمت هذه هي ممكن الاشكال اللي عند اغلب المدربين سورتو المده الاخيره كلها الخدمه كلها على الريكوبيراسيون ما عندوش وقت يلعب بحد يلعب اربع دونك عنده سيونس بركه بجوست يعمل فيها اللي يحط فيها لي بال استراتيجيك يحط فيها السيستيم دو جو نتاعو يحط شنو طريقه اللعب نتاعو مش باش يلقى وقت كيما عنده اسبوع كامل سي سور ما نساوش حاجه اخرى التعب تو اللي تفهم انت في 90 دقيقه هي ما احنا خالد عندنا مشكله في الماتش ساعات ما تلقاش لوسيديتي ما تلقاش فنيات لا بون سيرفاس فنيات يا خالد تظهر وقت اللي انت تاعب صحيح وقت اللي تظهر تعب هذا كنت نقول لك تو هذا كنت نقول لك على الملاعبيه نتاع لا توسيون سي سهل معناها خاطر تسجيل الاهداف مش قوه نتاع تسديده ولا عندنا مشكله في البطوله التونسيه بصفه عامه نقولوا خاصه في انديه في اللي تير كروزي عندنا مشكله في اللي تير كروزي معناها راهو توا في البطولات الاوروبيه معناها كوره مجنبه تقريبا في هدف معناها ما يخليه حتى في تونس صعيب ياسر قليل ياسر عندنا كالمهاجم اللي يمشي على جنب ويحطها لك في البتي فيلي معناها في السلكه الصغيره هذا ما راهوهاش معناها قليل ياسر قليل ياسر رينا عن شوات مره ولا فينا عمل فيه الكروزي قليل ياسر معناها مش راهو الحكي كيما قبيليك معناها قدام الحارس يضربها فيه حب يشوت مثلا يعمل العكس دونك خالد وفهمي هما الجوارات وصلوا حتى للسي متر دونك لو ترافاي دوفون لو بوت وصلوا اما تبقى انا وصلتك كمدرب انت كمل انت كمل ما عرفش كيفاش يكمل اصعب حاجه في الكوره هي المحاله نعم اصعب حاجه في الكوره هي شكون باش يحط الخدمه ذيك الكل شكون باش يكملها في الاخر معناها تو انت معناها خالد المنصور خرجك الجول تي بي فيري فان تي بي راشو تي بي بلاسي الشوطه شاتها فيه رينا ماتش مقابلة ملعب التونسي ملعب التونسي نفس التونسي احنا لحد تو عندنا 127 هدف تسجل شويه 18 من خارج منطقه الجزاء كاو خلينا كلهم داخل منطقه الجزاء مش عارفين نقصين حتى
ناقصين برشا على مستوى التسديد من بعيد. علاش انا قلت غير سليو يشوف توا احسن كل ما على مستقبل جيبز زيد فاهم هما توا الحصيله نتاع الاطار الفني الجديد بقياده قيس الزواغي زوز نقاط على 12 عمل اربع مقابلات لكن شنو فيهم اربع مقابلات فيهم الترجي فيهم النادي الافريقي خسرهم تعادل مع المستير وتعادل مع نادي حملنلف نقطتين متالين في جرت بعضهم ضد منافسين مباشرين كما حكى هو في الفي تي ار دونك نتصور الحصيله تعتبر طيبه بالنسبه للمدرب نحكي في المقابلات ما نحكيش على ربح خساره الترجي والنادي الافريقي فانه باه انك تلم نقاط وجاب من اجل تحسين النتائج وهذا تحسين الاداء اداء تحسن نحسوا الفريق تبدل الاداء نتاع مستقبل جاب لكن ديما مشكلته الرصيد البشري وخاصه اضافه الاجانب قشي تقريبا باش يتم الاستغناء عليه وانه كان وراء اخطاء تاع عديد مقابلات وربما باش يتم فسخ العقد معاه الخليل مولاي وسوداني من زوج لاعبيه الموريتانيين اللي ماهمش قاعدين يقدموا في اضافه ربما باش يتم فسخ عقودهم وانه يخمم في الميركاتو نتاعو مستقبل جابس باش يكون فريق ربما نسخه افضل شويه من اللي اول الموسم لانه فيهم لاعبيه اللي لعبوا عامنيه واللاعبيه اللي عندهم يعطيوا الاضافه واذا كان تحسن السيد البشري وقتها نجموا نحاسبوا الاطار الفني ما ننساوش ثلاثه مدربين تعداوا معناها نذكروا حتى ميساوي اول الموسم من بعد جا لطفي السليمي وحاليا قيس الزواغي دونك صحيح ثم اخطاء تاع مدربين وعمل مدربين لكن حتى السيد البشري راه متواضع شويه ما يكون توا اي مدرب وحتى قيس الزواغي تو جاي فترة شتوية معناها عنده الميركات لازم يخليه يخدم يلقي ياخذ وقته يعمل الانتدابات اللي هو راها صالحة الفريق كل الامكانيات متوفرة كل الامكانيات متوفرة حسب الامكانيات الموجودة لكن على الأقل ينجم يصلح بعض الأشياء في الفريق وقتها نجموا نحكموا عليه ما نجموش نحكموا عليه هو ياخذ ترينو هو يمشي ومن بعد يقولوا له ولا ايش بين الاثنين. ترى باهي دون لورجونس كلهم اللي جاوا تي بو با معناها يعني الخدمة ولكن رجل مطافة ما تجيش صحيح الاشكال القائم تو الناس كنت تكلموا على الميركاتو يقولوا له لاعبين باش ياخذوه هذا هو المشكل ربما فلوس دي ليه سيدي عندك فلوس او لا فلوس عندك فلوس لو فرض قولوا لي الملاعبيه تاع الميركاتو تو في الشتوي تاع تونس شكون فماش حسب رايك انت بتبيع حسب رايي ربما تكتشف فما اخرين فما ملاعبيه في الدرجه الثانيه على الاهداف اللي راهو فيهم فما تحسن نوعي في الدرجه الثانيه موجود وقت تعمل في الميركاتو مش تصح به ميركاتو تاع السيف اولا ثانيا تعطي المردود توا كما يقول الاخر توا في المعنى توا مش نقعد نستناك هنا فهمت مش نقعد نستناك المردود ثالثا ان الشطر الثاني من البطوله سيكون مضغوط سيكون في ضغط كبير ان العد التنازلي لكل جمعيه وتكون فيه توتر وتكون فيه ضغط تكون فيه كذا دونك اللي باش يجيب ملاعب يزم يعطيه المردود حيني ايسي اي مانتنو يا سيدي احسن هدف بالنسبه للجوله هذه شنو هو احسن هدف تم اختياره بالنسبه للجوله العاشره من بطولة كرة قدم كابتن والله هما مش عارف شدي ديما نطق الرسمي باسم الفقرة هذه هو كبير هو الكبير خطأ. هو الكبير اي بي اي بي هو الكبير بارك الله فيك فهمتي اللي كبرنا في طاعته فهمتي معي هذا الهدف الثالث هدف الثالث ديفياسيون وصعيب تاع القروي كيفاش خذاها بلانتيرتور دي بي بريمي بوتو الجول غاديك هذا الهدف هدف تاع كونتر اتاك خرق العاده سرعة كبيرة بالرغم أن الباس يعطيها له بالراس لو نعاودوا باه هنا أخويا هذا أحسن هدف هذا الأولاني هو تاع غرسل فوالا عمل شو لا بيورتي دو تير من اليسار وتعرف أنت لو بيي غوش معناها عندها خاصية كبيرة ياسر علاش اختار الهدف هذا اخترته خاطر قيمته في النتيجة النهائية هاي مراد انت ديفيس تفضل مراد لا هذوما هو احنا الاختيار جماعي بطبيعه الحال معناها هذا هو دونك موافقينه بارك الله فيك هدف الغرسلاوي ما كان سهل على خاطر هذا نشوفوا البونتو نتاع الشاب الرائد رائد هذا وخاطر تشوفوا خلال الوقت مش كنترول خلال الوقت كنترول بالاكستيريور اي اليساريه ديما اصعب بالنسبه للحارس ديما عنده معناها ما يعرفش بالضبط شو اللاعب الكوشي نجم يعمل دونك هدف ممتاز الملاعبي كل ما نشوفوه كل ما نقوله كان ينجم يعمل خير من هكا في الكارير نتاعو نتذكروا كل مره ملاعب يلعب في الترجي الرياضي اللي تعرفوا خالد اكيد لما كان عنده امكانيات ممكن مش في الحجم نتاع الترجي ما عنده فلتات ساعات نتاع ملاعبي كبير فني ممتاز شاركنا مع بعضنا فني ممتاز هو ممكن نحبوا نكرهوا جاء في فترة زادة اللي ترجي فيه لاعبين فما كونكورانس كبيرة ياسر لكن على المستوى الفردي لاعب ممتاز غرسلاوي يمكن الصعب متاع الهدف متاع القروي والفادع يمكن أصعب
بانه الغرسلاوي لقى قدامه الاسباس الى تونتي جابها في اما تكنيكمون ودي قبيله قلت على خلدون منصور كيفاش ما لقاش لا بون سيرفاس في الاهداف الاثنين الاخرين لقاو لا بون سيرفاس وسجلوا اهداف يعني يدور لي مهم سهلين في الوقت هذاك وكره قدامك لازم تحطها تضربها بالسيرفاس يلزم هو تكنيك كيف الفادع الكونترول كيفاش اورينتي هذاك جماعي الاخر فردي نحكي على الصعب فريد عم نسويش موسم صعيب عم نيوي كان عمل لي جامون كروازي في جرزيس وكان مشي بري من الترجي وكان معني من الموجود في الليفكتيف وكل دونك يرجع اليوم ومعيني هبطوا في أول ماتش يرجع لي في الأكابر بعد ما نلعب شوية في المنتخب الأولمبي سنين دونك حتى المعنويات باهيلوا الملاعب هذا سيدي ناخذوا توا النتائج والترتيب وبعد عنا الموفيولا بالنسبة للجولة العاشرة الملعب التونسي تعادل مع اتحاد تطوين 0-0 حمام نلف تعادل مع مستقبل قابس 1-1 نفس نتيجة مباراة النجم الساحلي ونادي الصفاقسي مباراة الاتحاد المنسيري واتحاد بنقردان الشبيبة تنهزم من الترجي 2-0 الملعب القابسي تعادل مع نادي بنزرتي هدف لهدف وهذا ما يعطينا ترتيب التالي ترجي في المرتبة الأولى ب 23 نقطة فارق نقطة عن نادي البنزرتي في المرتبة الثانية صاحبة النادي الصفاقسي المرتبة الرابعة للنجم الساحلي ب 18 نقطة ب 13 نقطة نلقاو كل من اتحاد تطاوين الملعب التونسي في المرتبة الخامسة 11 نقطة لكل من النجم المتلوي اتحاد بنقردان والملعب القابسي في المرتبة السابعة المرتبة العاشرة الشبيبة القيروانية ب 9 نقاط 8 نقاط لكل من النادي الافريقي ونادي حمام نلف في المرتبة 11 7 نادي افريقي تنقص زوج مباريات والمرتبة 13 مستقبل قابس ب 6 نقاط والمرتبة الأخيرة الاتحاد المنستيري بثلاثة نقاط. يسار. الجولة القادمة نهار السبت 8 ديسمبر سبت واحد نادي الصفاقسي الشباب القيروانية النجم المتلوي الملعب التونسي نهار الأحد نادي البنزرتي الاتحاد المنستيري مستقبل قابس النجم الساحلي اتحاد تطاوين الملعب القابسي اتحاد بنقردان حمام الأنف وتعرفوا ترجي باش يشارك في مونديال الأندية في الامارات خاطر كان مبرمج ديربي العاصمه في الجوله هذه فبالتالي باش تتاجل والترجي يبدا مغامرته في مونديال الانديه نهار 15 ديسمبر ضد الفريق اللي باش يفوز بين العين ويلينتون النيو زيلانديا من زيلندا الجديده اي سيتي موفيولا مساء الخير فيولا زوز مباريات ونادي بنزرتي طبعا ايوا منين نبداو المباراة الأولى قابس قابس اليوم قابس سليم بالخواص اللقطة الأولى هي جات في 58 ثانية حتى دقيقة ما صارتش وني ديما نحكيو على سلامة اللاعبين شوفوا استعمال المرفق نعاودوها بالصورة البطيئة استعمال المرفق وني في خطورة على اللاعب كان الحكم أعطى الإنذار شوف استعمال صحيح كانت كأداة المرفق استعمله كأداة وليس كسلاح كان على الحكم حتى ولو دقيقة لعب يعطي الانذار للاعب مستقبل ايضا اللقطه الثانيه في هذه المباراه هناك تهور من اللاعب والحكم كان قريب قرار الفني صحيح لكن كان يكون في بطاقه صفراء ان هناك تهور في هذه اللقطه نعم خاصه نتكلم على سلامه اللاعبين نعم ناكد على هذه النقطه اللقطه المواليه الاخيره هي لقطه ضرب الجزاء نشوفوا التوغل ثم سقوط اللاعب نرجع نشوفه بالصور البطيئة نشوف اللاعب فقد الكرة وحتى المدافع حتى لو كان حط الرجل متاعه بعد كي اثنى الركبة متاعه اثنها للأسفل ثم اللاعب هو اللي من ظفرين صنع العرقلة وبالتالي كان على الحكم مواصلة اللاعب وعدم الإعلان على ضربة جزاء المباراة الثانية اللي بقيادة طاقم تحكيم مصري محمد حنفي اللي هو حكم دولي من 2013 ل 2017 غادر القائمة الدولية السنة الماضية ان اللقطة الأولى في هذه المباراة اللي هي طبعا فيها حالة تسلل الحكم طبعا المساعد هنا تأنى في هذه اللقطة هي طبعا لقطة تثقيفية أكثر من هي لقطة فنية شوفوا فراس صوات موجود في تسلل ولكن لم يشارك في اللعبه ولم يقوم باي تحرك ويتداخل وقرار المساعد صحيح انه هو يتأنى في مثل هذه الحالات نعم اللقطه هذه في دقيقه 86 شوفوا اللاعب فراس صوات يستعمل اليد نتاعو محاوله خداع الحكم الحكم صحيح اعطاه المخالفه شوفوا واضحه تعمد لكن كان عليه انذار اللاعب لمحاولة نعم لمس متعمد شوفوها صورة
اعطى القرار الفني صحيح ولكن القرار الاداري ناقص المفروض يعطيه انذار. اخر لقطه وحيده ايضا اللقطه الاخيره في تدخل خارج منطقه الجزاء، لا يوجد خطا في هذه اللقطه، حاول الشيخاوي ان هو تدخل ولكن سقوط اللاعب وردت فعل اللاعب كانت طبيعيه جدا، لم يحتج. شوف اللاعب سقوط اللاعب طبعا، هذه كانت في الدقيقه 91 قبل هدف التعادل يسر. نعم هذا ما لدينا في هذا اليوم يسر. ايز في البرك ما سلمهمش على الحكم اللي تضرب كثير قديمه، حكم اللي تضرب في مدرات القروين وواحد مير حرابي حرابي الحرابي ما يدلش على انه مش متحضر بدنيا. يدل شوف يدل لاعب اربع الاصابات يا كابتن سير سير حتى للحكم يعني ثم ساعات اصابات يعني اكسيد. انا استنى عندي رقم تاع الدوج الرابع في تاريخ البطوله عندي رقم تاع الدوج المره الرابعه اللي الحكم يصاب في تاريخ البطوله المحترفه هذه ارقام للمره الرابعه في البطوله المحترفه تعرف حكم يصاب لك من بلاد التعويض تصير معناها تنجم تصير تنجم تصير عالم راهو اسمع ليه اشوف احنا ما نجموش نعرفوا اللي هو على جاهز ولا مش جاهز نوعيه التدريب وكم من حصه يتدرب اذا اللاعب يتدرب ناش كم من حصه سبعه وكذا وقالش من ساعه اذا هو باش يدرب ساعه وساعتين ما ينجمش يتابع النسق لا وشوفوا العك تتكلموا صراحه مش على خاطر زاد حكم تضرب باش نوليو نقولوا كان يضربوا اربع خمسه حكام وقت نولي هو نسق تاعي انا باش نوريك حتى واحد هو نسق شويه باتي وزاد ضرب في نسق ضعيف مشكل به يعني يجب الحكم متوسط جري الحكم من 11 ل 14 عشان لاباس هو نعم به نمشيو الان ما دامنا في التتويجات الواحد نمشيو للسوبر نمشيو للسوبر في الكره الطايره بعد نرجع مع محترفينا في كره القدم وكذلك الملخص لهداف الرابطه الثانيه لكن البارح كانت مباراه السوبر جمعه الترجي الرياضي بالنادي الرياضي الصفاقسي في القاعه متعدده الاختصاصات براتسيو اللي فات صالح الترجي 3-2 هات نرجعوا لهذه المباراه باكثر تفاصيل مع معاذ الشريف ونزار بن حميده. بعد تأجيلها في أكثر من مناسبة سوبر كوب الكرة الطائرة في نسخته الثامنة احتضنته عشية السبت القاعة الأولمبية برادس والإجماع صاحب ثنائي الموسم الفارط الترجي الرياضي التونسي وصاحب المرتبة الثانية في البطولة نادي الرياضي الصفاقسي. الترجي الساعي لتحقيق اللقب الثالث في تاريخه بعد 2008 و2009 والسياسات الطامح لتحقيق اللقب الثاني ليه بعد 2005. قمة رادس جمعت زوز مدارس كبار في اللعبة وحضور 10 لاعبين دوليين على الأقل بين الفريقين خلى التنافس يكون عنوان المسابقة. الترجي دخل المباراة بقوة وتمكن من حصد نقاط الشوط الأول اللي فايدته 25 مقابل 20. بعدها تمكن من الانتصار بالشوط الثاني بأكثر صعوبة بنتيجة 25 مقابل 23 ولاحظنا في الشوط هذا دخول لاعبي سياساس في المقابل. الحاضرين توقعوا نهاية المباراة للترجي بثلاثة أشواط دون مقابل لكن من لاعبي السياساس كان لهم رأي آخر وافتكوا الشوط الثالث بنتيجة 25 نقطة مقابل 22. يرتفع النسق وتكثر التغييرات خاصة من جانب الترجي في ظل الرصيد البشري الكبير اللي يتمتع به خاصة على مستوى التوزيع ورغم الأسبقية اللي بدأ بها السياساس الشوط الرابع إلا أنه فشل في إرغام الترجي على لعب الشوط الخامس الفاصل. وهكذا تختار الكأس الممتازة فريق باب سويقة بعد نهاية الشوط الرابع من نتيجة 25 نقطة مقابل 22 وبالمباراة بثلاثة أشواط لشوط ويحقق أبناء فؤاد كمون ثلاثية الموسم. مبروك علينا التتويج هذا ولو البارتي كما قلوها توخرت برشا مرات وكانت في البرنامج باش تصير توا خمسة جمعات مثال شعتينا فرصة احنا معتها ونتي تريفير بلاي. نهاية مؤسفة عرفها لقاء السوبر بعد تعمد بعض الجماهير استعمال نوع من الإفلام المواجهة كان ينجم يصيب واحد من الملاعبية وإلا الحاضرين على الميدان مشاهد نتمناه ما عادش نشوفوها خاصة في القاعات الرياضية وتجنب الأضرار اللي تنجم تتسبب فيها.
مقابلة سوبر انتهت لصالح الترجي. في المقابل ما تلعبتش مباراة سوبر النساء. علاش ما تلعبتش مباراة سوبر النساء؟ خاطر نادي النساء بكارتاج انسحب. علاش انسحب؟ على خاطر بسبب انضمام لاعبته السابقة رحمة العقربي للنادي الصفاقسي اللي مشات لعبت احتراف البرة في صربيا يقولي. وبعد عاود رجعت جات للنادي الصفاقسي فاحتج نادي كارتاج وقال هذا مش معقول. والجامعة التونسية لكرة الطائرة كان متواجد رئيس الجامعة في برنامج سبور بلوس مع ثريا المجبري وكان أعطى توضيحات حول الموضوع وسيتم إقرار عقوبات مادية على نادي اتحاد نسائي بكارتاج في الكرة الطائرة. في حين كما ريتوا في السوبر الرجالي صحة الكلمة لعب خطير بعد موفاة المباراة بكالفلام وشامريخ الرجال حقيقة ربي استر مرة أخرى لأنه كان جيت في ملاعبي ولا ذلي ثم حكم تترب لكن كان جيت في ملاعبي ولا حاجة حتى اللاعبية هربوا بعد بعد ما فات المباراة لأنه شيء قوي وفي مجين ذيك الفلام معناها عبارة كرتوشة في وسط الواحد المفروض أني ممنوعة ما تدخلش للقاعة إن شاء الله أنا نطالبه أنه يصير تفتيش بالرغم اللي تم تعطيل تم تعطيل حبيه نادي الرياضي الصفاقسي قبل دخول المباراة للتفتيش قالوا قاعدين يفتشوا على الفلامات الواحد دخلت معناها دخلوا مخر حبيه نادي الصفاقسي للصالة وبالرغم ذلك ورينا الفلامات اللي كانوا جاوا من جماهير وخاصة في فضاء مغلق هاي. الخطورية فضاء مغلق مغلق وحتى الغاز ممنوع تتضاعف الخطورة تتضاعف حتى الغاز راه يستعملوا لو واحد يعبر على فرحته يعبر على فرحته مش كل عبر على فرحتك في ميجان فضاء مغلق كراسي مكسرة كذا الله يهدي مخلق على كل حال احنا نقولوا مبروك للترجي فوزوا بلقب جديد في الكرة الطائرة يتحصل عليه وينضم لي طبعا سجلوا الحافل بالألقاب في الكرة الطائرة. اللاعب الشباب القيرواني ها وصلتنا صورة الآن تاع الرمضاني أسامة الرمضاني أسامة الرمضاني ها أمامنا الصورة الملاعب اللي جات عليه حجرة والطف الحمد لله جات به ربي جات من تالي في ظهره الحمد لله عليه لباس الحمد لله وحسب معلومات اللي وصلت كانوا هذه صورة من حجرات الملابس معناها كان تمنوا عليه من بعد لقاو حالته لباس رجع مع أصحابه وتو ما في وسط عائلته لاباس معناها ما فماش حاجه اللي تخوف اما ان شاء الله ما نروحش الحالات هذه ونرشحوا قداش من عام نقولوا كلمه ان شاء الله برا ديما ان شاء الله ما شراوا المشاهد على حقنا 20 سنه حقنا الكلمه الجمله هذه حقنا نحفوها الجمله هذه من التقارير ونتمنى وانا معاشر راهو هذه المشاهد خلينا ايجابيين خلينا ايجابيين شوفوا مصطلح اخر نشوفوا يا كابتن نخموا في مصطلحته نخموا في مصطلح اخر خير خموا في الحدود ايش عاملين محترفين خارج حدود الوطن يا كابتن خل شوفوه كلهم متالقين الجمعه هذه ان شاء الله كلهم تبارك الله كلهم سجلوا الاهداف يلا عبد الرحمن العشني ذا العروب في البطولة الفرنسية والجولة 15 تواصل بروز وهبي الخزري كالنجم الأول لسان تيتيان مع النجاعة في جوفخوا غيشار واستعدادات كبيرة أظهرها يوم الجمعة ضد نانت في لقاء تقليدي في ليغ 1 14 مقابلة وسبع أهداف في أول موسم مع سان تيتيان لوهبي الخزري ومقابلة رائعة خلال الجولة 15 مع الفوز العريض على نانت 3 مقابل 0 حيث سجل قائد المنتخب التونسي كل أهدافه في جوفخوا غيشار منذ أوت الماضي ولقاء غانغان الأول نفس البروز والتألق للياس السخيري 23 سنة متوسط الميدان مع مونبولييه صاحب المركز الثاني حاليا في الترتيب بعد الفوز في موناكو مساء السبت 2 مقابل 1 هو الأول منذ 50 سنة لتشكيلة المدرب دير زكريون في ملعب لويس الثاني الياس السخيري 15 مقابلة وهدف هذا الموسم مع مونبولييه وسعي مسؤولي النادي لتمديد عقد متوسط الميدان الدولي التونسي نعيم سليتي أسامة الحدادي كانوا أساسيين عشية اليوم في لقاء تولوز وديجان تألق متوسط الميدان الهجومي نعيم سليتي أحسن لاعب في ديجان خلال المباراة مع حضور حاسم في زوز أهداف تشكيلة المدرب ديلوغليو وأسبقية ديجان 2 مقابل 0 مردود ممتاز لمحترف ليل سابقا سليتي مع الدقة كذلك في تنفيذ المخالفات تيلة المباراة دفاع ديجان نقطة ضعف الفريق
مع عدم المحافظة على الأسبقية والتعادل 2-2 مع تألق الإيفواري ماكس لانغرادل قائد تولوز. في الدرجة الثانية الفرنسية والجولة 16، يوان توزغار قلب الهجوم المنتقل لتخواه هذا الموسم هو أحسن هدف الفريق بسبع أهداف، وسجل في نهاية الأسبوع مع الفوز العريض في باريس أمام ريد ستار 3-0. هو الفوز الثامن لتروا منذ بداية البطولة. في الجوبيلير ليج والجولة 17، تعادل لاغونتواز مع لوكيرين خارج الميدان. تألق ديلان برون المدافع الدولي يلعب في وسط الدفاع مع لاغونتواز. التعديل في دقيقة 90 وتسجيل هدف التعادل 2-2 ضد لوكيرين. ثلاث أهداف ديلان برون هذا الموسم في أول تجربة مع لاغونتواز. في نفس الجولة تعادل زولد فاريغا مع أوستاند هدف مقابل هدف. قلب الهجوم حمدي الحربوي سجل هدف فريقه مساء السبت مع البداية الصعبة لفاريغام وأربع انتصارات فقط. ورغم الهدف التاسع هذا الموسم لحمدي الحربوي المنضم لفاريغام في جانفي 2018 قادما من أندرلخت. عربيا، نادي الكويت يحقق فوز عريض على تضامن 5-1 مع تسجيل الثنائي التونسي حمزة الأحمر وصابر خليفة، وثامن انتصارات نادي الكويت المتصدر ثنائية صابر خليفة يوم الأربعاء الماضي، وعشر أهداف هذا الموسم لصابر خليفة في تجربته الخليجية لحد الآن. في الدوري المصري الممتاز تواصل النجاعة للزمالك بفوز عريض 3-0 على الجونة مع تسجيل وأحداث الفارق لمتوسط الميدان الدولي فرجاني ساسي، على عكس الإخفاق على المستوى العربي لنادي الزمالك والانسحاب من مسابقة البطولة العربية للأندية البطلة يوم الجمعة بعد الهزيمة في الإياب على ميدانه أمام الاتحاد السكندري 0-0. وتأهل الاتحاد السكندري بركلات ترجيح 4-3. الثنائي الدولي التونسي حمدي النجاز وفرجاني ساسي في الموعد يوم الجمعة، مع إخفاق حمدي النجاز في تسييم ضربة جزاء للزمالك في ركلات الترجيح. سجلنا تواجد لاعب محترف من أصول تونسية يان فاليري في ساوثامبتون. هو مدافع ومتوسط ميدان من الجهة اليمنى 19 سنة. خاض السبت أول مباراة في البريمير ليج مع ساوثامبتون ضد مانشستر يونايتد والتعادل 2-2 مع المدرب مارك يوكس. ونختم بمسابقات الأندية الأوروبية للشبان، فوز ليون على مانشستر سيتي 2-0 يوم الثلاثاء الماضي، مع البروز لمتوسط الميدان التونسي لليون في أصناف الشبان حمزة رفيع والتسجيل في دقيقة 86. في فورما جميع إن شاء الله بيختاروش المنتخب الإنجليزي المنتخب الفرنسي. على شكون؟ على يان فاليري التونسي يلعب في ساوثامبتون. مازال بعيد شوية، ما تعرفش على الدنيا. أيه يلزم من توا، من توا هو راضي الجعايدي يعرفه مليح في الفريق نتاعو، دونك هو يمكن رانيه راضي بيدو، هو اللي رانيه هو اللي متألق برشا، واللي ممكن اعتباره فريمون مفاجأة سارة في البطولة الفرنسوية هو بالخزري اللي مرة أخرى يسجل. ماهوش مفاجأة 100%، أما ولا حقيقة ليدر في فريق سانت إتيان، وكان تنقله معناها مقابل معناها معتبر اليوم من لي غرو سالير في سانت إتيان، ويظهر لي دوزيام فيس كابيتان ولا حاجة هكا. معناها فريمون وهبي قاعد يأكد أنه من اللاعبية اللي وصلوا المستوى نتاع فريقهم، يلعب على الخمسة مرات الأولى في الدوري الفرنسي. واضح. نمشيو الآن مع ملخص لأهداف الرابطة الثانية لكرة القدم اللي أدركت جولتها التاسعة. مع سلام من صالح، أحلام وناش. الترجي الجرجيسي ينفرد بصدارة المجموعة الأولى بعد انتصاره اليوم على أولمبيك مدنين، وهلال الشيبة للجولة التاسعة لا ينهزم ويحقق تعادل أمام سبورتينغ بن عروس. هذا أهم ما ميز الجولة التاسعة للرابطة الثانية. جولة عارفة تسجيل 25 هدف في 12 مباراة، 16 هدف في المجموعة الأولى و9 في المجموعة الثانية. ديربي الجنوب بين الترجي الجرجيسي أولمبيك مدنين اتمكن فيه أبناء المنصف مشارك من تحقيق 3 نقاط مهمة تخليه ينفرد بالمركز الأول بعد تعثر مستقبل المرسى 20 نقطة.
سادس انتصار ترجي الجنوب والخامس داخل القواعد. في المقابل هي رابعة هزيمة للأولمبيك والثالثة خارج ميدانه. أولمبيك مدنين في المركز السابع ب11 نقطة. أمل جربة نزل ضيف على سكاك الحديد الصفاقسي وين تمكن الرالوي من تحقيق ثاني انتصار ليه في هالموسم مقابل رابعة هزيمة للأمل. الأمل في المركز الخامس ب13 نقطة والرالوي يبقى في المركز قبل الأخير ب8 نقاط. مستقبل وادي الليل تنقل الجربة الموجات الجمعية. الجمعية اللي لحدود الجولة التاسعة تبحث على أول انتصار في هالموسم في حين المستقبل يسعى لتدعيم انتصار الجولة الفارطة. المستقبل يرجع من بعيد في هالمباراة ويتمكن من تحقيق تعادل صعب وهو الثالث منذ بداية الموسم تخليه في المركز السادس ب12 نقطة في حين الجمعية تواصل تذيل الترتيب ب4 نقاط. في المجموعة الثانية الهلال الشابي يعود بتعادل أمام سبورتينغ بنعروس وهكا الهلال ما يعرفش تعمل هزيمة في 9 جولات ويحافظ على المركز الأول ب23 نقطة. في المقابل سبورتينغ يتعادل المرة الخامسة في 9 جولات والثالث على أرضية ميدانه ليبقى في المركز التاسع ب8 نقاط. الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة يتمكن من تدارك الهزيمة الثقيلة في الجولة الفارطة ضد الهلال ويستفيق في الجولة هذه وين انتصر على محيط قرقنة وهو الانتصار الخامس ليه مقابل 7 هزيمة للمحيط. منزل بورقيبة في المركز الثاني ب17 نقطة صحبة مستقبل الجسرين في حين المحيط للجولة التاسعة التوالي يواصل تذيل المجموعة ب4 نقاط. قمة الجولة هذه جمعة النجم الراتسي بمستقبل الجسرين. النجم يتعثر لأول مرة على أرضية ميدانه وتخليه يخسر المركز الثاني ويصبح في المركز الرابع ب16 نقطة في حين مستقبل الجسرين كان أكبر مستفيد في هالجولة بما أنه صعد للمركز الثاني ب17 نقطة. فريق قوي في القفصة يستقبل في هالجولة صاحب المركز القبل الأخير الأمل الرياضي بحمام سوسة. القوي في الحقة انتصار ثمين وهو الخامس في 9 جولات لتبقى في المركز الرابع ب16 نقطة في حين الأمل ينهزم للمرة السادسة والرابعة خارج ميدانه ليحافظ على نفس الترتيب 5 نقاط. ديربي صفاقس بين الملعب صفاقسي ونادي جبنيانة كانت فيه قسمة وخيان بين زوز فرق. التعادل هدف لهدف ما غير شيء على مستوى الترتيب. سبع تعادل للتروازيس والثالث على ميدانه تخليه يبقى في المركز السادس ب13 نقطة في حين تعادل جبنيانة هو الأول في 9 جولات ويبقى بدوره في المركز السابع ب10 نقاط. ناخذ نتائج وترتيب الخاصة بطولة الرابطة الثانية الجولة التاسعة. كما قلت المجموعة الأولى النادي القربي جمعية أرينا 1-1 أولمبي البيجي تفوق على الاتحاد السريني هدف مقابل 0. تعادل 3-3 بين جمعية جربة ومستقبل وادي الليل. 2-2 نتيجة مباراة مستقبل سليمان مستقبل مرسى. سكاكا حديد صفاقسي تفوق على أمل جربة 2-0. ترجي رجيس فاز على أولمبيك مدين هدف مقابل 0. ترتيب ترجي رجيس في المرتبة الأولى ب20 نقطة. المرتبة الثانية لكل من أولمبي البيجي ومستقبل مرسى ب18 نقطة. 14 نقطة لمستقبل سليمان في المرتبة الرابعة. المرتبة الأخيرة لجمعية جربة ب4 نقاط. المجموعة الثانية نجم الراتسي نزم مستقبل القاسين هدف مقابل 0. ملعب افريقي منزل بورقيبة تفوق على محيط قرقنة هدف مقابل 0. 2-0 لجندوبة الرياضية امام اولمبيك سيدي بوزيد. 1-1 بين ملعب صفاقسي نادي جبنيانة هدف مقابل 0 لقاف القفصة امام حمام سوسة. وتعادل 1-1 بين سبورتينغ بنعروس وهلال الشابة. ترتيب هلال الشابة المرتبة الأولى ب 23 نقطة فارق 4 نقاط على ملعب افريقي منزل بورقيبة ومستقبل القاسين في المرتبة الثانية ثم المرتبة الأخيرة لمحيط قرقنة ب4 نقاط. بطل الخريف هلال الشابة. قبل جولتين كرة اليد شبيبة الشيحية تتعادل مع بعض من خير 26-26. انهزام نادي هيبون أمام جمعية حمامات 24-16. نادي الهلالي انهزم أمام نسر بولبة 29-27. واتحاد منزل تميم تفوق على شبيبة الخيروان 33-29. المرتبة الأولى لشبيبة الشيحية ب 11 نقطة فارق نقطة على بعث بن خير ونصرة بولبة في المرتبة الثانية. المرتبة الأخيرة لشبيبة القيروان ب5 نقاط. اليوم انطلقت البطولة الإفريقية للأمم للسيدات لكرة اليد ببرازافيل. هو برنامج غدوة تونس تلعب مع ماضي ساعة ضد السنغال ثم تلعب نهار الثلاث ضد الجزائر مع الخمسة تاع العشية. نهار الخميس ضد 6 ديسمبر ضد الكوت ديفوار ويوم 7 ديسمبر تونس الكاميرون. شعلنا عنا لقطة نتاع صرار في بالوتيلي ترى وعدونا لقطة صرار في بالوتيلي شنو اللي صار بيناتهم شوفوا ترى. كيف
شنو اللقطه هذه؟ بلوتيلي يلعب مع سرارفي. عبط على تويتر يظهر لي واحد منهم هما انستغرام يظهر لي نتاع بلوتيلي ولا انستغرام ولا تويتر ولا حاجه. بلوتيلي مهبوله شويه معناها. اه الكلمه هذه خطيره راهو مع مهبول بال بالشنو معناها؟ مجنون ليه معناها لاعب مجنون معناها عموما مدير كل بالمعنى الرياضي للكلمة ولا بالمعاني اللي تصورها في بالك الكل بلي ايش بيقدر ايش عمل لا لا تعرف بالوتيلي ايش عمل في الافق من بالوتيلي على مراد لا لا بالوتيلي تعرف ايش عمل في داره كان يلعب في مانشستر سيتي حرق داره بفلام مع دخل فلام هو اصحابه ربحت وقتها مانشستر سيتي ماتش وبدا يرمي فيها في داره معناها ليه نجمو نعملو نعملو عليه برنامج كامل بلوتيلي هو لمحالة ديما عنده طلعاته ها؟ في تونس عندنا كيف هو؟ سمي لا ولا ما تسمي ما تجمش تحلف وين شجاعتك؟ نقول لكم بعض شجاعتك الصحفية وين شجاعتك؟ ولكن كمل الكورة مازال يكور معناها أننا نعملو مشكلة كيما كي تو وحرق داره بفلام ولا مش حرق عمل لها أكثر من هكا عمل أكثر من هكا نشوقوا الجماهير إي برا اليوم صار ماراثون كومار في تونس توا ماراثون الرياضيين لكل الاعمار الحدث الرياضي السنوي هذا ماراثون كومار في نسخته 33 الماراثون اللي اصبح مدرج ضمن برنامج الماراثون الدولي الماراثون كان مناسبه لاجراء عديد الانشطه الرياضيه والسياحيه والثقافيه 4500 عاديه وعاديه من 20 جنسيه شاركوا وفاز العادي المغربي جواد كلوز بسباق 42 كيلومتر في توقيت ساعتين و16 دقيقة و32 ثانية هذه بعض الصور من ماراثون كومار نشوفوا زاد كذلك وليدات صغار هذا اسمه ماراثون كيدز هذا الكيدز عملوا الكيدز وفكرة فكرة باسر على ما سمعت العام الجاي باش ياخذوا حجم اخر الماراثون داير انا عندي عتاب على ماراثون كومار تو نعديو فيه كل عام احنا نعديو كان من الاول في تير تورينا نعديو صور وبرا لانه الى حد الان ما تطورش في الحقيقه على المعلومات اللي عندي العام الجاي ما تطورش باش يتطور معناها نقولوها بصراحه معناها شركه كومار معناها نتاع التامين اللي هي من اكبر الشركات في تونس لم تطور هذا الماراثون بالرغم انه تخلف العالمي وكثر المشاركين لكن حتى على مستوى التغطية التلفزية انت الماراثون انا مرة قلت لهم يعني واحد من كومار قلت له انتم شركة كبيرة نورمال مو تكريو تريتوا الماراثون كيفاش يتصور في العالم احنا كتلفزة تونسية ما عندناش امكانيات باش نصوروا ماراثون كيما هذا حدث كبير يخرج من الشارع في بورقيبة يوصلوا حتى للحلق الويد ويرجعوا كارتاج 40 كيلومتر معاك البلايص تعديوا عليهم حاجة جميلة ياسر لازم يحطوا الامكانيات ولو هما معناها ماراثون كي من هذايا انا كان جيت مسؤول في شركه هذايا وعندي ماراثون عمره 33 سنه راهو يتعدى مباشر في التلفزه مثلا كيما الماراثونات تاع العالم الكل يتعدى بصفه مباشره ونجيب الامكانيات ونحط معاك ونعمل حاجه في المستوى على فيلغاريزي كما اما زاد يتعدى من مستوى التغطيه الاعلاميه قعد ماراثون تاع هويت مش تاع ولو هو بطبيعه الحال ما ثماش برشا مستشارين وديسبونسور اللي قعدوا ديما وفيين الكونسيبت كيف هكا 33 سنه نحييهم هذه ما نحكيش على الوفيه يا انت تعملها في السياسه تحكي لي على الوفيه قلنا نبدل المصطلحات ما طلعش عند مومن حتى تعرف لو المصطلحات انت ما نحكيوش على اللي حكيت هذوما مش مدخلنا الوفيه ما عندنا مشكله مع الشركه احنا بالعكس نعرفوا ان الشركه عندها الامكانيات اللي تخليها الماراثون هذا يولي في مستوى كبير صحيح قد ايش يخسروا عليه باللي كان باش يجيبوا حجم اخر تقنيات كبيره اي وعلاش ما يتعداش مباشر هذا في التلفزه هذا هاو نخدموا على الموضوع ونوليو نعديو مباشر في التلفزه علاش ما يتعداش لازم يساهموا يحطوا شويه فلوس وعلاش اليوم ما ثماش سبونسور واحد وكذا في التلفزه الكل صحيح مثلا ثم شيء ما عاملين على هكا طرف تختي في الاذاعات واحد بعد يمشي انا معناها ماذا بيا يطور برشا أنا عندي ثقة أنه الماراثون هذا نجم ياخذ حجم أكبر برشا من الشيء اللي قاعدين نراو فيه. أنت طبقت ما قلت كما يقولوا الإنجليز. البطاقات، شو عندك بطاقة اليوم؟ شو عندك بطاقة؟ نبدا بي أنا؟ إي مالك شكون؟ ساعة محاضرين باش نبداو بال يظهر لي في الأوردر شنو؟ شكون؟ نبدا أنا؟ شكون نبداو؟ علاش نبداو فهمي شنو الفرق؟ ها قلت لك خاطر محاضرين احنا ناس محاضرين. برا فهمي. مرة أخرى. أنا لازم حاتم هذا يحب على فهمي يحب يبدا فهمي. ورقة خضراء لشكون للتوائم التحكيم المصرية اللي جات لتونس الحقيقة. محمود البنا اللي جاء عمل ماتش ترجي والسي اس اس
أيمن عمر اللي عمل ماتش ليتوال والترجي، ومحمد حنفي اللي عمل ماتش اليوم بالليتوال ولا سي اس اس. الحقيقة التواقم هذية بالرغم من الأخطاء البسيطة فكانوا في 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 الحجم في المستوى نتاع المقابلات الكبار يهضم، ما خلاوش برشا كلام، ما ديرناش التشنج وكل العرك بين الملاعبين، عدت الأمور عادية، وكأنه رسالة مرة أخرى للاعبين التوانسة يحبوا التحكيم الأجنبي. وهذا لاحظنا من خلال مقابلة نجم الساحلي والترجي في تشامبيونز ليج، شفنا كيفاش التعامل مع الحكام الأجانب، فيبدو أنه الحكم الأجنبي ولو أنه أجنبي عربي معني قراب له احنا مصاروا أبريتو وفي دار شراكة في دار شراكة مش حبيت وهذا باش ننوع على الشراكة الموجودة، أما أموا على الأقل نقولوا ثم حال ثم إضافة والأمور ماشية مع الحكام المصاروا، وإن شاء الله تكمل هكا الأمور تمشي معهم. يمكن مش تكبر التجربة هذه حتى على الجزائر وربما دول أخرى، اتحاد تاع شمال إفريقيا. أي خالد ورقة خضراء كابتن، أول ورقة خضراء خضراء في الأخضر، شنو ورقة خضراء خاطر فما أمور المولي هذاك ديما خضراء، هذاك ديما يحب يعمل أنا هذه أول ورقة خضراء ديما خالد المولي ديما يسكر ورقة خضراء يا خالد الجمعة الجاية صفراء ولا حمراء هاي كذب يا أول ورقة خضراء أنا ديما أختار المدرب الأسعد الدريدي، هذه المرة الحكمة والقرار الصائب أتى من المدرب وليس من المسير. نسمع التصريح نسمع وبعد زيد نعلق شوية. خممنا باش نسحبه الكوتش الدريدي هو اللي شد صحيح، قال لي ناجي خلينا نكملوا نوصلوه الماتش. قلت له راهو نحنا يلزمنا نكونوا معناها رزان ويلزمنا ناخذوا قرار اللي يخلي الجمعيه معناها مازالوا عندنا لي شونس نتاعنا، علاش اليوم انت تخرج من التيران وبعد تتعاقب وتدخل في متاهات اخرى؟ معناها لعب دور المدرب والمؤطر والحكيم. برافو لسعد الذي ما احتمل الاتحاد المنسيري تجنب معناها عقوبه اخرى. برافو لسعد، معناها الأسعد تكلم كلام المسؤول، المسؤول تكلم كلام المدرب. صح صحيح هذه سي كونفلي دي رول، دواليتي دي رول تبدلت تبدل. خالد المولي الورقه الخضراء لسكو ما غير ما نعرف حتى شنو اللي عنده غير من هزه ليه خضر ديما خضر الورقه نهائيه حمراء ولا صفراء توجور بوزيتيف. شكون انت؟ ياسين شيخاوي. ياسين شيخاوي اخترت شيخاوي على الرافي، وجه جديد نتاع ياسين شيخاوي الحقيقه نعرفوه في وجه لاعب فني، قاعد نراه في وجه اللي لعب على المستوى التكتيكي يعمل في دور كبير على المستوى البدني زادا تري جينيرو في الليفار. رينا شيخاوي يعمل دي تاكل، رينا في السيرفاس ديفنسيف، دونك يعمل في كل شيء في النجم الرياضي الساحلي، ان فري ليدر الواضح المده هذه الاخرى الكل، فضلا على الفنيات نتاعو. حتى الفنيات نتاعو تحسها ولات بلو فلويد اكثر من قبل، فماش دي جيست تكنيك اللي زايدين، يلعب اللازم في اللازم. الحقيقه رافي لعب متكامل على كل شيء، هذاك علاش اخترت باش يكون هو الورقه الخضراء نتاعي. والحاجه تبدلت فيه ولا يتكلم؟ هاي ما الاخر خذينا له تصريح تكلم هاي مراد انا الورقه نتاعي مش تكون ورقه حمراء هاي بي على الاقل، والورقه الحمراء هذه باش تكون للكاف الكونفدرالية الافريقيه اللي ربي الكاف يسمع فيك ورقه حمراء الكاف لا نعرف مسعوا فيها مش مشكل ثم يعاودوا له يا كابتن ثم لا ولا احنا عندنا معلومات ما عندك حتى فكره اللي يتقال هون الكل يوصل يوصلهم قاعد يوصلهم قاعد يوصلهم ونتحمل مسؤوليه الكلام باش يتقال تو الكاف اذا نحات تنظيم كاس افريقيا 2019 كان مفروض باش يتم في جوان 2019 للكامرون بعد ما كان تم تعيين الكامرون كبلد منظم في 2015 في مؤتمر الكاف في القاهرة. وقت الكاف عينت البلدان اللي باش تنظم في 2019 و2021 و2023. هو الإشكال في حد ذاته مرة نجم نقول ناس مرت عليه مرور الكرام، لأن الناس كلها اعتبرت وأنه الكامرون غير جاهز لتنظيم كأس إفريقيا 2019، ولكن فما حاجة صارت وناس ممكن نسيتها. وقت تم تعيين الكامرون في 2019 لتنظيم كأس أمم أفريقيا، الكامرون كان باش تنظم كأس أمم أفريقيا فيها 16 بلد، وبالتالي بكاي دي شارج معين ل 16 بلد بعدد معين من الملاعب، هما كانوا خمسة ملاعب وعدد معين طبعا من مدارب من ميادين التدريب والنزل وكل هذا. وقت عصر عيسى حياته أنتر تو 2016 تتذكروا كان الفضائح الكل تاع عيسى حياته. في مارس 2017 جاء الرئيس الجديد للكاف السيد احمد احمد، وتم تغيير قواعد اللعبه وصارت نهائيات كاس افريقيا ال 24 بلد، وبالتالي تم اضافه
زوز ملاعب وتم إضافة عدد كبير من الميادين والنزل وكل والكيادة صارت تبدل. احنا في الكرة عندنا قاعدة وفي الرياضة عندنا قاعدة، سامحوني باش نقولها بالفرنساوية، اون شونج با لي ريغل اون كور دو ماتش، صحيح ولا لا؟ صحيح. انت كي دخلت المباراة تبارك الله انت ما نغيروش قواعد القواعد القانونية في وسط الماتش. الكاميرون دخلت على اساس باش تنظم كاس ب 16 تلقى روحها تنظم كاس ب 24 وبالتالي ما كانتش قادرة بطبيعة الحال انه تكمل كل شيء وتخلط وتكون جاهزة لكان 2019. ومنطقيا كأس أمم أفريقيا باش تمشي للزملاء في المغرب اللي يبدو بالطبيعة أنهم قرب برشا من الرئيس الجديد للكونفدرة الإفريقية. انعدام التوضيح هذايا الوضوح في سياسة الكاف وانعدام الشفافية يعتبر نقطة سوداء بالنسبة للكاف اللي مهما كان حرمت كذلك بلد كبير كرويا أبريتو ما نساوش نتائج الكاميرون في كأس العالم من الاحتفال هذا بطبيعة الحال حتى المغرب الجزائري من غير ما ننساو وأنه الكاميرون عنده مسؤولية كبيرة في أنه ما كانش حاضر الكاس للكاس هذه ومسؤولية هو نجم نقول الكاميرون مسؤولية اتصالية زادة أعطاه الفرصة لرئيس الكاف الجديد من أنه ينحيله ما عرفش يناوي الكاميرون ما عرفش يناوي خاطر هو من اللي طلع رئيس الكاف الجديد أحمد والناس كل قالت أنه يمكن بعد شهرين ثلاثة بدا يخدم على الكاميرون بالضبط لأنه المغرب ثم بين ذفرين انتقام شوية بعد ما تنحت لها كاس أفريقيا نتاع 2013 من عيسى حياته وقتها حكيت لي بولا إلى هو كان ملك المغرب هو اللي قرر وقتها وقت الملك قرر لكن وتنحات حبوا يأجلوا هما عيسى حياته تعاقبت المغرب عيسى حياته رفض وعاقب المغرب وهز الكاس أفريقيا لبلاد آخر فقعدوا معناها حبوا هكا نحاوا للكاميرون والأكثرية ماشي المغرب معناها نتصور 99% ماشي المغرب بنسبة 99% ولو أنه توا الكاف عملت نداء قالت عندكم شهر شكون البلد اللي حب جنوب أفريقيا مستحيل شكون اللي حب يستقبل ورازي باش الناس يتفرج فينا تفهم زيادة من غير توا وخرنا شوي الكان الكان ب 24 بلاد شكون البلاد في أفريقيا اللي قادرة باش تنظمها ب 24 فريق شكون الفريق شكون البلاد في مصر تنجل. مصر والمغرب والمغرب باش تقعد دور بين المغرب والمغرب حتى زامبيا وغينيا ولا الكوت ديفوار حتى جنوب افريقيا شو بون مازال احنا رياضيين احنا رياضيين معناها يساعدنا في المغرب خير لا هذاك اكيد يساعدنا في المغرب خير هو افونتاج المغرب افونتاج المنتخب المغرب ليه هو اكيد بون ايكيب اون بلوس في بلاده دونك حتى احنا زاد ساعدنا نلعب في المغرب القرب من الكاميرون اما الافونتاج تكون المغرب وعندنا توانسه برشا في المغرب والميادين خير والظروف احسن اما تقعد نقطه الاستفهام شكون البلدان اللي باش تكون قادره على تنظيم نهائيات كأس أمم أفريقيا المغرب قلنا المغرب ومصر اي ومن بعد والشقيقه المغرب تزير تزير زاد تنجم تنظم تزير عندها ملاعب وقاعدين سبعه ملاعب يلزم سيدي نجم عنده امكانيات به بالنسبه لكره السله الهزيمه الثانيه للمنتخب التونسي لكره السله في الدوره هذيك التاهيليه لكاس العالم ولو ان المنتخب التونسي هو متاهل لضمن الترشح نتاعو لكاس العالم لكن خسر زوج مباريات في المغرب ضد مصر البارح 73-64 واليوم منذ قليل ضد انغولا 69-63 وكان ربح المغرب المباراة الأولى إذا هي عناوين صحف نتاع غدوة ناخذوهم يلا اش عندنا المصور ثم ترجي ينفرد بالصدارة في جولة التعادلات ثم رئيس فرع كرة قدم نادي صفاقسي مافيا تريد بعد الفريق عن الصدارة وعبد السلام السعيداني ربي يفرج عليه إيقاف عشرين حباه ترجي والسياسات هذا يحكيو ذولي على الكرة الطايرة النادي الإفريقي الدراجي جاهز للجيش وأكثر من 3 مليارات في الخزينة يقولوا بجير خارج المونديال والسوبر قد يتأجل هذا حسب المصور يلا نمشيو الصباح الأسبوعي ترجي المستفيد الوحيد ومنذر الكبير يقول النجم ينقصه قناص ترجي سيشرفنا في كأس العالم ولاعبو الإفريقي مشتتون ثم البيان في الكلاسيكو تعادل غير مفيد وترجي الفائز الوحيد ومتصدر جديد المنتخب الوطني خليل وزيتش مستعد لمغادرة نانت ورضا شرف الدين يقول لا لتسميم الأجواء وهذا ما أصارحوا به الأحباء ثم الشروق ثم في جولة التعادلات الترجي رائد جديد وكلاسيكو سوسة بلا مستفيد شرف الدين في تصريحات نارية أتلقى تهديدات بالقتل وهناك عائلة تحسب النجم ملكها الخاص الترجي رائد جديد جدمو الوليد على الوليد رائد اسمه رائد كيفاش قلت كابتن الترجي رائد جديد هي. وما سجل الهدف الثاني
اسمه رائد به ها ولا يشعر الكابتن لا جد مو به كما تونس يبدو لا بريس عندك كابتن ها يقرا ترى اه وين وقال لك ني سوبورتير انجاجي ني سوبورتير ديجاجي ني سوبورتير انجاجي ني سوبورتير ديجاجي الملف كون لو ديزورد رونتري لانارشي باقي هو ديزورد رونتري لانارشي مش حاجه جديده بالطبيعه وسوفنير سوفنير احمد عليا دوين دي زونترينور دو فوتبول ان تونيزي طبعا في الذكريات تحياتنا سي احمد عليا تحياتنا سيد احمد عليا بعد استمع ترى تونيزي بدوش على شنو العنوان افون سون ديبار اوز اميرات فيرست كلاس لو اس تي فيرست كلاس الاول في الترتيب باهي ومن بعد ساباس وساكراش فول بلاني ماروكا بون بالنسبه للواحد شنو مازال اخر كهو كملنا مع عناوين الهدف الاخر نحب نقولوا كلمه لزميلنا جمال الكرماوي يقول لي نتمنوا له الشفاء العاجل ربي يفرج عليه والاحاطه ان شاء الله من كل زملائه والعائله الصحفيه الكبيره هو ابن الملعب التونسي كذلك كان لاعب متالق كان لاعب متالق ومشى المنتخب صحيح سي جمال ربي يشفيك وحاجه ربي يشفيه يعطيك الصحه ربي يخليك للعائله شكرا لك مراد كابتن عايشك. خالد وفهمي اطيب الاوقات وامتحها الوطنيه الاولى صباح الخير